اهلا بيكم طلاب برايمري 4، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي مع بعض ريفيجن شهر نوفمبر. الريفيجن ده داخل فيه 2 كونسبت، كونسبت 3 يونت 1 اللي هو اللايت اند سايت، وكونسبت 1 يونت 2 اللي هو الكونسبت الجاي. احنا هنبتدي ناخد اهم النقط في التو كونسبت دول، وهنعرف اهم الحاجات اللي فيهم، وهنحل 2 مودلز اكزام عليهم. اول كونسبت معانا بيتكلم عن السايت. يعني ايه سايت؟ السايت how we can see ازاي احنا بنشوف، ازاي احنا بنقدر نشوف. احنا بنقدر نشوف we can see by light. طب تعالوا كده نتخيل لو مفيش اي light، no light، هنقدر نشوف؟ لا. طب هما الاول اخترعوا حاجتين. احنا كهيومن بنشوف في اللايت او في at night بالنايت فيجن جوجلز. نايت فيجن جوجلز، ايه النايت فيجن جوجلز؟ النضارة ديت اللي احنا بنبتدي نشوف بيها بالليل. هو بالليل ما بيبقاش الدنيا دارك، لا، بيبقى فيه لو لايت صغنن خالص. فانا الطبيعي ان انا عينيا ما بتقدرش، لازم يبقى فيه لايت كتير عشان اشوف، انما اللايت الصغير ده انا ما بقدرش اشوف. يبقى في اللو لايت human can see by night vision goggles. طيب انما في الانيمالز النايت فيجن عندهم زي الفيشنج كات والدوج، احنا بنلاقي عينيهم glowing. يعني ايه glow؟ ان هي بتلمع. ازاي؟ بيبقى عندهم في الايز بتاعتهم mirror like membrane موجود فين؟ في الباك اوف اتس اي. mirror like membrane موجود في الباك اوف اتس اي. عندهم الاي اهي في ميرور، اهو هنا ميرور. الميرور ده بيعمل ايه؟ when light enters the fishing cat eye it reflect this membrane allowing its eye collect more light. يعني ايه بقى reflect ديت؟ يعني ايه reflect؟ reflect ان انا اللايت جاي لي هيخبط كده في حاجة، والحاجة دي تخليه يمشي الناحية التانية. ده اسمه reflect. اسمه ايه؟ reflect. هو ده reflect. فهو عندهم زي ميرور كده، اللايت هيدخل، المفروض خلاص كده خلص، لا هو هيخرج تاني، بعد كده يدخل تاني، بعد كده يخرج تاني، واللي هنا برضو في حبة عمالين يدخلوا وراهم، بيدخلوا ويدخلوا، عمالين يبقى فيه عندي collect more light. light بدل ما هو just one light tray وهو اللي جاي، في اكتر من حد، في اكتر من ايه؟ من light. يبقى الفيشنج كات can see by a mirror like membrane. احنا ما عندناش mirror like membrane، فاحنا we can see by night vision goggles. طيب عندنا الفرق بين الهيومن والنكترونال انيمالز. الهيومن والنكترونال انيمالز، الاي بتاعت الهيومن سمول اي، النكترونال انيمالز بيج اي. الاي بيوبل اوبن نارو الهيومن، واوبن وايدر النكترونال انيمالز. ايه هو الاي بيوبلز؟ احنا عندنا الاي زي ما احنا شايفين في نقطه كده سودة في النص. النقطه السودة دي هي مش نقطه سودة، هي زي فتحه كده. يعني انا العين اهي، تعال نبص من الجنب كده، في فتحه ليه؟ عشان اللايت انتر the eye. enter a the eye. طب يبقى انا عندي source of light. يعني ايه source of light؟ it's something that emit its own light. emit its own a light. يعني انا لازم يبقى عندي source of light عشان اقدر اشوف. source of light عشان اقدر اشوف. حلو، هتقولي لي يا ميس طب ما احنا كده بقى عندنا night vision goggles بتخليني ان انا اقدر اشوف at night، وعندنا fishing cap بتقدر تشوف at night او اللي هو مفيش اي لايت. لا، دي معلومه غلط. هو في الكومبليت داركنس انا اي كانت سي، انا ما بقدرش اشوف اي حاجه ولا حتى الفيشن كات. لازم يبقى فيه ليتل اماونت اوف لايت، ليتل اماونت اوف لايت. انما في الكومبليت داركنس مفيش. طيب السورس اوف لايت something emits its own light، يعني هي حاجه هي ذات نفسها بتديني لايت. زي ايه؟ زي الفلاش لايت، الكتريك لامب، sun candle fire. sun candle ايه؟ fire. طيب حاجه عندي زي المون وزي الميرور. حلو، المون والميرور مش بيدوني لايت، مش بيدوني لايت. ازاي يا ميس؟ طب ما انا المون بالليل لو بصيت عليه الاقيه منور وبنور لي الدنيا. لا، اللايت ده مش بتاعه. هما don't emit light. لما اجي اسالك give reason، يعني ايه give reason؟ يعني why؟
why sun source of light؟ ليه السن انا قلت عليها source of light؟ because it emit its own light. emit هي emit its own light. طب لما اقول don't، لما اقول moon not، اكتبها حلو، لما اقول not source of light، طالما قلت not يبقى اكيد هي don't emit its own light. don't emit its own light بتعمل ايه؟ reflect the light. هي بتعمل ايه؟ reflect the light، يعني المون هنا الشمس، هنا السن، السن بتديني light بيحصل لها reflect من على المون، عشان كده انا بشوفها. زي هنا انا عندي فلاش على الميرور، بيروح للميرور ويحصل له reflect، يبقى هي ذات نفسها ما بتدينيش light. ايه اللي بيحصل؟ حاجة تانية بتديني light وبتبتدي ان هي تعمل لها reflect. ادي how we see ان اللايت ray، اللايت بيعمل ايه؟ fallen object، light fallen object، تمام، ويحصل له reflect to my eye، reflect to my eye. يبقى light ray fallen object و light ray bouncing off او reflect to our eye. يعني ايه بقى light؟ اللايت اتس فيزيبل فورم اوف انرجي. هي انرجي، يعني ايه انرجي؟ ده اللي هناخده اليونت الجاي. بس الانرجي انا اي كانت سي ذا انرجي اكسبت اللايت راي، يبقى انا اللايت هي انرجي فيزيبل فورم، يعني اي كان سي ات، يبقى فيزيبل فورم اوف ايه؟ اوف انرجي. ترافل ان ذا فورم اوف ايه؟ اوف ويف. ترافل ان فورم اوف ويف. طيب عندنا الحاجات اللي بتعمل لي ريفليكشن، الحاجات اللي بتعمل لي ريفليكشن. اول حاجه الاوبجكت عندي تو تايب، يا اما اوبيك اوبجكت يا اما ترانسبيرنت اوبجكت. ترانسبيرنت اوبجكت زي ما احنا شايفين حاجه انا اقدر اشوف الحاجه اللي وراها. يعني ايه اشوف الحاجه اللي وراها؟ يعني اللايت دخل عدى خبط في الحاجه اللي وراها ورجع لي، يعني هي حاجه كده بتخلي اللايت يعدي. يبقى allow light to pass، allow light to pass. طيب الاوبيك don't allow light to pass، هي مش بتخلي اللايت يعدي، هي اللايت جه خبط فيها رجع. don't allow light to pass. ايه الحاجة الأوبك؟ rock wood metal human body. ايه الحاجة transparent؟ ال air ال water glass window and lens. طيب احنا الحاجة الأوبك بلاقي وراها ايه؟ يعني انا مثلا أوبك اهو، في وراه حتة اللايت ما جاش عليها، اللايت ما جاش عليها، هتعمل لي مكان دارك اسمه ايه؟ اسمه شادو. اسمه ايه؟ اسمه شادو. طيب الحاجه الاوبك دي برضو ليها تو تايب، يا اما تبقى سموز يا اما تبقى رف. السموز اللايت راي ريفلكت ان وان دايركشن، زي بصوا شايفين ادي اللايت راي اصحاب ماشيين مع بعض وحصل لهم ريفلكشن ايه؟ مع بعض، يبقى reflect in one direction زي الميرور. انما الرف، الرف هو بيحصل reflection بس ايه؟ in different direction. in different ايه؟ direction، بس كل واحد ماشي في حتة، كل واحد راح في حتة. طيب اللايت موف straight line، يعني ايه light travel in straight line؟ اللايت ray بيفضل ماشي ماشي ماشي، هيقابل حاجة قدامه هيحصل له reflect. ما ينفعش مثلا يمشي يلاقي حاجه قدامه يروح لافف مثلا معدي من جنبها ومكمل، لا ده الكلام ده ما ينفعش. هو ماشي ان ستريت لاين، لا حاجه خبطته وخلاص هيرجع تاني مش هيلف. يبقى اللايت ترافل ان ستريت ايه؟ لاين. اللايت بعد ما يروح للاوبجكت ويدخل تو ماي اي بيتجمع، او في ايه اللي بيستقبله هنا؟ هتقولي لي الميرور، لا بعد الميرور في نيرف. النيرف ده بياخد اللايت راي او بياخد الانرجي دي بتحول لمسج بتوصل للبرين، واقدر ان انا اشوف الحاجه، اقدر ان انا اشوف الحاجه. طيب احنا اللايت ده ممكن نستعمله في الكوميونيكيشن. استعمله في الكوميونيكيشن ازاي؟ هيجي الفاير فلاي بيتلز، فاير فلاي بيتل. الفاير فلاي بيتل دي بتبقى فيها من تحت كده زي ما احنا شايفين كيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن دول inside its body بتخليها allow it to communicate to a communicate to a communicate. يبقى الكيميكال رياكشن بتخليها بتعمل لها light، اللايت ده
بيستخدمه في الكوميونيكيت. كوميونيكيت في ايه؟ بتعمل فلاش باترن. فلاش ايه؟ باترن يعني بتفضل تنور الجناح بتاعها، يجي عليه تغطي الفلاش وترفعه، تغطي الفلاش وترفعه بباترن معين بطريقة معينة. يعني لما تكون جعانة بتعمل طريقة فلاش بطريقة باترن معين، لما بتكون عايزة تتخانق مع حد باترن معين، عايزة تشتكي باترن معين، بتفضل تعمل ايه؟ باترنز. بتعمل ايه؟ باترن. الباترن ده to a warn of their fly their fire fly from predators from predators في خطر، تبتدي تحذرهم، او attract a mate to reproduce. الفلاش دوت regular period of time but if there is another group of firefly flashing nearby it will change their own flash pattern. يعني هي ايه؟ لما يبقى في حد تاني جنبها، زي احنا مثلا لو في حد اجنبي هنغير اللغة بتاعتنا، هنتكلم معاه بالانجلش. هما بالظبط كل مجموعة كل جروب من الفايرفلاي عنده الباترن بتاعه. اول لما بيجي الباترن دوت يجي حد تاني او فاير فلاي جروب تاني موجود، هيبتدوا يغيروا تشينج ذس باترن عشان يعرفوا يعملوا كوميونيكيشن مع التانيين، عشان تو كوميونيكيت مع ايه؟ مع الاذرز. خلوا بالكم ان الهيومن قدروا ان هم يراقبوا ويعرفوا الباترن دوت، ويقدروا ان هم يعملوا كوميونيكيشن هم كمان مع الفاير فلاي بيتر، يقدروا ان هم اكنهم عرفوا اللغه بتاعتهم. الباترن ده هي اللغه بتاعتهم، هو كود. هو ايه؟ هو كود عشان كوميونيكيت. يبقى احنا كده عرفنا الكوميونيكيشن من الكونسبت اللي فات والكونسبت ده. الهيومن في حاجات هو الهيومن بس اللي بيقدر يعمل كوميونيكيت بيه، زي ايه؟ ريدنج، رايتنج، واتشنج في سيل فون، والالكتريك ريدر ديفايس. الانيمال الايكو لوكيشن. في بقى حاجات الانيمال والهيومن هما الاتنين بيقدروا يعملوهم، زي البروديوسينج ساوند وزي الديسبلاينج لايت. الساوند الهيومن والهامباك ويلز، اللايت الفاير فلاي بيتلز، وكمان الهيومن. طب الهيومن كان كوميونيكيت باي لايت ازاي؟ طب لو احنا دلوقتي عندنا الريد ترافيك لايت، الريد ترافيك لايت احنا اوريدي على طول عرفنا ان ده معناته ستوب، يبقى احنا ماست ستوب، ده كوميونيكيشن. طيب في ريسو فلير. ريسو فلير دوت مسدس بيطلع نار. مسدس ده لما في حد بيتوه، بحد بيتوه مثلا في صحراء في حته، بيبتدي يعمل ريسو فلير ده، فيبتدي لو في حد بعيد او في طياره يبتدوا يشوفوا، فبيبقوا عارفين ان ده حد بيطلب مساعده، يبقى يوز تو جيت هيلب. تو جيت ايه؟ هيلب. تاني حاجه يوزنج ساين الفايرز تو كوميونيكيت اوفر ديستانس اوف ماني كيلومترز. لو في حد بعيد بنبتدي نعمل له فايرز عشان يعرف ان في حد قريب ويجي يساعدنا، او لو انا عندي ولا عندي ده ولا عندي ده، بنستخدم الميرورز. بنستخدم ايه؟ الميرورز. يبقى من هنا اتعلمنا حاجه اسمها كود. يعني ايه كود؟ اتس باترن ذات هاز مينينج. باترن هاز مينينج يعني ايه؟ هو باترن معين ليه معنى. مين اللي بيفهمه؟ اللي قايل المعنى واللي بيستقبل المعنى. يعني ايه؟ انا وزميلي في الامتحان هنبتدي نتفق لما اعدل النضاره مثلا، هلبس نضاره ولما اعدلها بصباع واحد يبقى انا كده عايز السؤال الاول، لما اعدلها بصباعين السؤال التاني، لا لما اهرش في راسي يبقى انا كده عايز السؤال التالت، طب انا مش عارف لما هو يعمل ايه هيرد عليا. ده كود. مين اللي فاهمه؟ انا وصاحبي. الكود ده لو انا بس اللي فاهمه يبقى كده ملهوش حاجه، هو not has meaning، هو ملهوش اي معنى. يبقى انا الكود ايه؟ pattern has meaning. pattern has a meaning. زي ايه؟ زي thumbs up و thumbs down، لو انا spike فوق و spike ايه تحت. زي الترافيك لايت. ترافيك لايت expressions on face، لما اجي انا sad انا happy كل ده معروف في الاكسبريشن بتاعي واي حد يقدر يلاحظه. زي اللانجوج، زي اللانجوج كود. اللانجوج كود. الرايتنج انا ممكن اكتب اي حاجه، ده كود. طيب الميوزك اور ساوند، ميوزك اور ساوند. لايت هاوس، ايه اللايت هاوس دي؟ ده مكان فيه لايت بيعمل فلاش عشان السيلرز اللي هم الناس اللي في مركب يبقوا يعرفوا ان هنا في خطر، لا مفيش، لا هنا في ارض نبتدي نروح لها، لا مفيش حاجه قدامنا. يبقى ده اللايت هاوس. ده ايه؟ ده كود. من هنا خلصنا الكونسبت الاولاني، هنحل عليه ونبتدي نشرح الكونسبت التاني. choose the correct answer. can communicate by displaying light. مين اللي can communicate by displaying light؟ human and some animals. human and some animals. Each of human and fishing cat
has mirror-like membrane. هو الهيومن عنده mirror-like membrane؟ لأ. طيب has excellent night vision. الهيومن مش عنده excellent night vision، ده لازم يستخدم حاجة. has has two eye adaptive for vision. has two eye adaptive for vision. أيوة يعني إيه؟ عنده two eye وال two eye can see adaptive for vision. Which of the following communicate depend on their sense of sight only. sight only أي حاجة في دول وأنا كده بستخدمها بستخدم sight بس. watching TV. TV يعني بستخدم sight وبستخدم sound. طيب echolocation. echolocation ده sound، يبقى أنا مش بستخدم sight بس والhearing كمان. flashing light of firefly. flashing light of firefly دي أنا بستخدم sight بس. bent surface A is incoming light ray. هي بيعمل ايه لللايت ري؟ بيعمل لها absorb and reflect. absorb and A reflect. give reason you can see an object placed behind a glass cup. هو الجلاس كاب عبارة عن ايه؟ transparent. يبقى لما اقول لك ليه why I can see object placed behind glass cup is ليه انا بقدر اشوفها؟ because the glass cup is transparent object. بس كده او بس كده. transparent object don't allow light to pass. transparent don't allow no امال هو مين؟ الاوبك. human has huge eye like fishing cat. no الهيومن عنده small eye. nocturnal animals have bigger eye than human. nocturnal animals عنده eye bigger than human. true يعني فولس. true. human can see in dim light as well as in bright light. الهيومن can see in dim light اللي هو اللايت القليل عشان his eye. if بصوا انا لو وقفت لحد هنا يعني human can see in dim light as well as bright light يعني لحد هنا الاجابه فولس. لحد هنا الاجابه ايه؟ فولس. ليه؟ we can't see in dim light. بس بصوا هو ضحك علينا في ايه؟ if his eye contain mirror like membrane يعني لو ان الهيومن عنده mirror like membrane يبقى الإجابة true. يبقى نخلي بالنا هو لو وقف لحد هنا الإجابة false. لما هو هنا بيقولك ده لو if his eye contain mirror like membrane. what happen if light fall in rough surface. a rough surface يبقى light ray will reflect in different direction. different direction لما اقول ال rough او ال smooth. ال smooth in same direction، ال rough different direction. complete is main controller center in humans and animal bodies. هو مين؟ هو البرين. while A considered the organ of sight in their body. مين بقى الorgan اللي مهم للسايت؟ ال eye. ال A ال eye. fishing cat depend on the sense of A in weak light levels while in complete darkness depend on sense of A. تعالوا كده نفكر مع بعض. fishing cat in weak light بيستخدم A، بيستخدم السايت لأنه هو have mirror like membrane. إنما في الكمبليت داركنس هو ما يقدرش يستخدم السايت، يبقى ساعتها بيستخدم السمل وبيستخدم الهيرينج، ممكن يستخدم التاتش، اي حاجه من دول. in the eye of a animal there is a mirror like membrane that light. في ال eye of mean animal عندهم mirror like membrane. in nocturnal animals that a light بيعمل ايه لللايت؟ reflect اللايت. reflect الايه؟ اللايت. paper and piece of clothes. paper will be a piece of clothes considered an opaque surface. opaque surface diffuse or scatter light energy. بس خلي بالنا كده احنا ماشيين صح، بس صح مش صح. ليه؟ طب ما هو opaque surface عندنا نوعين، عندنا smooth وعندنا rough. خلي بالنا طالما بيقول diffuse or scatter. diffuse or scatter
يبقى انا عايز مش هقول له اوبك بس، هقول له ان كان سموث سيرفس او رف. يبقى انا الاجابه ايه؟ الاجابه رف سيرفس. رف ايه؟ سيرفس. قرر ذا اود وان فاير كاندل مون. الاجابه مون عشان هو الوحيد اللي نوت سورس اوف لايت. انما الفلاش لايت مون ميرور الفلاش لايت اللي هو ان هو اللي سورس اوف لايت، انما دول نوت هما نوت سورس اوف لايت. موديل اكزام 2 ذا ميرور لايك برين of fishing cat present back of the eye. يبقى at the back of the eye. Light travel in straight line. Reading and writing communication type in human. In A in human. Reading or write. البلانت ما تقدرش، الانيمال ما يقدرش، الانسكت ما ايه ما تقدرش. Sense organ collect information and set send the signal to mean to processing البرين. يبقى البرين اللي بيعمل processing. Give reason. Fishing cat eye seem to glow in the dark. ليه هي بتعمل glowing؟ Because its eye have mirror like membrane. Complete the following sentence. Human can see object which give off their own light or object which reflect light. Rough material reflect light worse than smooth material. يعني ايه الجملة دي؟ ال rough material reflect light مش احسن، اسوأ من السموث ماتيريال. السموث ماتيريال بيتر ذان. A group of firefly beetle can change their own pattern. Ears of human detect sound energy while eye detect light energy. What happen if the mirror like membrane in the fishing cat's eye is not present؟ لو هي don't have mirror like membrane ايه اللي هيحصل؟ What happen can't see at dim light not become nocturnal animals. طب true or false cats have excellent night vision while human are not. True. Mirror reflect most of incoming light ray that fall in it. Yes. Different language have similar code. No. كل language يعتبر code. A cell phone is device that is used communication between animals. A cell phone communication between animals أكيد false. Write scientific term. Material that allow light to pass through it transparent material. Transparent material. The sense organ of light. A sense organ of light الـ eye. نكمل مع بعض. Concept 1 في unit 2 starting and stopping. Starting and stopping تعالوا نشوف احنا الاوبجكت اي اوبجكت عندي هي start الموشن ازاي وهي stop ازاي. اي اوبجكت بيعمل موشن، يعني انا دلوقتي عندي قلم، القلم ده هحركه. حاجة اسمها force. الforce دي بتحتاج energy. Need energy. يعني الانرجي دي بتخليني اعمل push or pull. اعمل push or a or pull. ايه الفرق بقى ما بين البوش وما بين البول؟ البوشينج فور زي نمبر 1 هو بيعمل ايه؟ بيبعد الكار عنه. نمبر 3 هو بيعمل ايه؟ اللاعب ده بيبعد البول عنه. يبقى هو ده البوش. يبقى انا البوش لما اجي ازق الحاجه ابعدها عني. البول زي الراجل ده هو عايز بيسحب الشنطه ناحيته، يبقى دي بول. يبقى انا دلوقتي لو انا اخترت هشوف الحاجه دي انا ببعدها ولا بقربها؟ ببعدها بوش، بقربها بول. يبقى بوش بول. طيب تعال نشوف اول حاجه التراك والايربلان. هما قالوا التراك بتبقى سلوور ذان الايربلان. سلوور ذان الايربلان يعني الايربلان ماتش باورفول. طب هما بيتحركوا بايه؟ ايه اللي الحاجه اللي بتديهم الانرجي؟ الانجين. الايه؟ الانجين. يبقى الانجين بتاع التراك ويكر ذان الايربلان، اضعف منها. يبقى عشان كده الجيت ايربلان فلاي ماتش فاستر ذان موفينج تراك. نيجي التراك دي احنا عايزين نخليها مور فاست، تمام، نسرعها اكتر. بقى اسمها شوك ويف تراك. شوك ويف تراك. شوك ويف. الشوك ويف دي عندها ايه؟ حطينا لها 3 انجاين من بتاع الايربلان، يبقى اسمه 3 جيت انجاين. 3 جيت انجاين. يبقى انا الشوك ويف عندها 3 جيت انجاين. النورمال تراك عندها نورمال انجاين، هاف نورمال انجاين. بتعمل اصبحت السبيد بتاعتها قد ايه؟
500 كيلومتر بير اور، 500 كيلومتر بير اور، يعني بتقدر تمشي 500 كيلومتر في اور واحده، 1 اور. الشوك ويف دي faster more than 5 times than normal truck، يبقى هي 5 times faster than normal truck. يعني لو النورمال truck بتمشي move 100 كيلومتر، هي بتمشي 500. ليه؟ عشان هي have 3 jet engine. طب مشينا الجيت الشوك ويف، عايزين نوقفها. to stop شوك ويف ركبنا لها 3 باراشوت، 3 ايه باراشوت، 3 باراشوت زي اللي احنا بنستخدمهم في الروكت. مين الروكت؟ اللي هو الصاروخ. الصاروخ ده لما بنيجي نوقفه بيوقفه بايه؟ بباراشوت. بيوقفه بايه؟ باراشوت. يبقى احنا مين اللي عنده باراشوت؟ الشوك ويف تو ستوب. يبقى احنا بنحط لها 3 باراشوت تو ستوب، بنحط لها 3 جيت انجاين تو موف، 3 جيت انجاين تو موف، 3 باراشوت تو ستوب. طب ادي اهو البوش والبول. احنا عندنا الفاير اكستنجوشرز. some engineers fix fire extinguishers into a car. يبقى احنا حطينا الفاير اكستنجوشرز للكار دي عشان نعمل increase للسبيد. بصوا بيعمل ايه؟ طالع منه الاير كده عشان الكار تمشي قدام. يبقى هو بيزق من ورا، عارفين لما نيجي نجري فانا زق الحيط عشان اجري قدام، ده اللي بيحصل. يبقى هو الاير موف باكورد عشان الكار موف فورورد. اير موف باكورد، كار موف فورورد، اير موف باكورد، كار موف فورورد. يبقى احنا بنعمل كل ما انا عايز ازود اعمل انكريز للسبيد ازود الفاير اكستنجوشرز. يعني انا لو ركبت واحد زودت السبيد، طب لو ركبت اتنين بقت اكتر، 3 اكتر، 4 اكتر، 5 اكتر. يبقى انا كل ما اعمل increasing للنمبر اوف فاير اكستنجوشرز السبيد هيحصل لها انكريز، وبكده همشي ديستانس انكريز الديستانس اكتر. يبقى احنا كده عرفنا الاوبجكت تو موف محتاج يتاثر عليه بفورس، وانا عندي تو فورس، عندي بوشينج فورس وعندي بولينج فورس. طب ايه اللي يحصل بقى لو التو فورسز دول، لو انا نفس الاوبجكت عليه تو فورس بس مش لازم الاثنين، واحد بوش واحد بول، ممكن الاثنين بول. زي ايه؟ زي لعبه التاج اوف وور جيم. لعبه تاج اوف وور جيم، انا عندي الروب بتاعي عندي تو تيم، تو تيم كل واحد بيعمل بول للروب، بيعمل بول للروب. التيم بيعمله يمين وتيم بيعمله شمال، يعني الاثنين في اوبوزيت دايركشن، الاثنين في اوبوزيت دايركشن. ساعتها لو الاثنين الفورس التيم ده نفس الفورس بتاعت التيم ده هيبقى اسمها بالانس فورس، بالانسنج فورس، وساعتها الاوبجكت نوت موف، ساعتها الاوبجكت نوت موف. انما لو في تيم في فورس اكتر هيبقى ان بالانس، ان بالانس، يعني بصوا التيم دوت زبنوته فاصبح التيم ده اقوى من التيم ده فاصبح ان بالانس فورس، وساعتها الاوبجكت ويل موف. يبقى انا البالانس فورس الاوبجكت نوت موف، الان بالانس ويل موف. يبقى البالانس نوت موف، الان بالانس ويل موف. طيب يبقى احنا كده عرفنا الموشن ايه هو. يعني ايه موشن؟ any change in position of an object، any change in position of an object relative to fixed starting point. طب في فورس بقى، فورس انا مش بشوفها بس هي بتأثر على كل حاجة، اسمها ايه؟ اسمها جرافيتي. الجرافيتي ديت فورس بول اوبجكت داون توورد ايرث، هي بتعمل بولينج فورس اونلي. يبقى انا الجرافيتي هي بولينج فورس، بولينج فورس داون توورد ايرث، داون تو، عشان كده اي حاجة سيبها الاقيها ايه؟ وقعت تحت. يبقى انا دايما دايما انا عندي فورس اسمها جرافيتي انا مش شايفاها، دايما بتشد الحاجة للأرث. لازم انا اعمل فورس اكتر منها عشان الحاجة موف، عشان الحاجة تتحرك. يعني انا القلم وهو على الترابيزة هي الجرافيتي شداه، بس الترابيزة يعني جرافيتي عاملة له بول، بس الترابيزة عاملة له بوش لفوق فعشان كده هو ثابت. طيب انا الموشن عندي، انا في ساعات موشن easy to see اقدر اشوفها زي person walk down the street وزي leave move by wind. في بقى motion
hard to see زي rotation of earth around the sun. أنا ال earth هو اللي بيعمل rotate around the sun. أنا بس ال motion دي hard to see، أنا ما أقدرش إن أنا أشوفها. يبقى أنا كده ال force هي إيه؟ push or pull that applied to an object cause it to change its position. زي جايبين الولد ده بيقول لك ان الارم بتاعت الولد عامله pulling force والجرافيتي هي كمان عامله pulling force. لو هو ثابت كده يبقى هتبقى balance والشنطه مش هتتحرك، انما لو هو شد اكتر هتتحرك وهتبقى unbalance force، هتبقى unbalance force. لما واحد sit on chair بيبقى فيه الجرافيتي عامله له بولينج فورس والتشير عامل له بوشينج فورس، عشان كده هو ساعتها بتبقى بالانس وهو بيبقى ثابت مكانه. كده احنا عرفنا الفورس وعرفنا البول والبوش وعرفنا الجرافيتي. طب احنا عملنا موفينج، طب احنا عايزين نعمل ستوب. نعمل ستوب. الستوب لينا نوعين، ايزي تو اوبزرف وهارد تو اوبزرف. ايزي تو اوبزرف زي ايه؟ كار كراش انتو ذا وول، عربيه خبطت في الحيطه على طول انا شايف انها ايه اللي وقف العربيه، ايه اللي عمل الابزورب، ايه اللي عمل الفورس ده وخلى الاوبجكت ستوب. طب في حاجه تانية هارد تو اوبزرف، هارد تو اوبزرف زي ايه؟ انا ساعات ماشي، انا ايه الفرق بين وانا ماشي على الارض عادي والارض عليها زيت فانا بمشي وبتزحلق ومش قادره اقف، ازاي بقف عادي وازاي لما يبقى فيه زيت او حاجه ما بوقفش؟ عشان في فورس معينة، الفورس ديت هي اللي بتخلي الاوبجكت ستوب. اسمها ايه؟ اسمها فريكشن فورس، فريكشن فورس، فريكشن فورس. فريكشن فورس دي بتبقى ايه؟ عارفين لما نمسك ايدينا ونفركهم يعني نبقى سقعانين ونقعد نعملهم عكس بعض؟ هي بصوا الكار ماشية كده، شايفين السهم ماشي ازاي؟ الفريكشن بتبقى دايركشن اوبزيت، بتبقى بدايركشن ايه؟ اوبزيت، عكسها، كأنها بتشدها. وبرضه في فريكشن ما بين الاير وما بين الكار برضه اكنها بتشدها، بس دي هارد تو اوبزرف، انا مش ببقى شايف الفريكشن دي، يبقى انا مش شايف الفريكشن. يبقى ايه هو الفريكشن؟ فورس اكسيرتد وين اوبجكت راب اجينست ايتش اذر، وين اوبجكت راب اجينست ايتش اذر، هي دي ايه الف اوبجكت. وبيبقى الدايركشن اوف فريكشن فورس اوبوزيت تو ذا دايركشن اوف موشن، يعني انا ماشي كده في فريكشن ماشي العكس. طب لما يبقى في زيت او حاجه ما بيبقاش في فريكشن فورس، عشان كده انا بكمل. يبقى انا الفريكشن هي اللي بتخلي الاوبجكت ستوب، هي اللي بتخلي الاوبجكت ستوب. طب انا في حاجه، لو انا عندي تو كارز والتو كارز دول واحده الماس بتاعتها بيج واحده سمول، ايه اللي هيحصل؟ ان الكار لو انا زقتهم بسيم فورس، الكار السمول travel far distance، انما البيج اوبجكت travel short distance. travel ايه؟ short distance. يبقى انا كده عرفت ان انا عندي فورس، الفورس دي transfer into energy، وهنعرف الانرجي الكونسبت الجاي انواعها. الانرجي دي enable to do work، الانرجي ايه؟ enable to do work. احنا كده خلصنا الكونسبت، تعالوا نحل مع بعض الموديل اكزام. Mona threw her ball up in the air so gravity will make the ball move. أنا مونا رمت ball up، الجرافيتي هتعملها لها move ايه؟ down، هتشدها هتعملها pulling لتحت. Which is situation represents the best example of gravity? A person drop a ball that falls to the ground. Person drop the ball fall to the ground. The speed of the shockwave track more than that of a normal track. Normal track. All the following example of pushing force. Of pushing force. Except. يعني ايه except؟ تعالوا نشوف. Writing using keyboard. دي push ولا pull؟ دي push. دي ايه؟ دي push. ماشي. Kicking ball. دي push. lifting back، lifting back gravity هتعمل لها pull. طب throwing basketball دي push، يبقى هم كلهم push except مين الوحيدة اللي مش push؟ اهي lifting back. what happened if
What happened if the force that are action on the rope of tug of war game balance للموفمنت اوف روب؟ يعني ايه؟ انا عندي ال two groups balance، الموفمنت طالما balance يبقى not move، يبقى the rope will not move. True or false؟ gravity pull object upward، اجابة false. طيب the main difference between pulling and pushing force is the direction of the force. True. We can't observe the movement of a person walking on the street. We can't observe. لا طبعا we can observe it. If you move a chair throw distance there is work done. جابة true. Give reason. If you push a pen on the table it moves for certain distance till it stop. هي هتعمل stop ليه؟ Because there are friction force. Because there are friction force or due to the friction force. Correct. By increasing the pushing force action on the moving toy car, it will move for a short distance. طالما increase the pushing force يبقى long distance. Any moving object stop when a force of the same amount is applied on it's the same direction of its movement. لا opposite direction or different direction. To increase the speed of shockwave track against engineers installed three parachute. Increase the speed. Increase the speed. مش parachute. Increase the speed engines. Increase the speed A engines. إنما الparachute لو أنا قلت decrease the speed. A table stay without any motion. Without motion يعني no motion. يبقى unbalanced force. لا هتبقى balanced force. هنشيل undate. هنشيل الانديت. Look at opposite picture. This person in this picture use parachutes. تمام. The idea of person landing in the picture is the same idea of stopping the motion of mean and mean. مين الحاجتين اللي بيستخدموا الباراشوت to stop الشوك ويف تراك والروكت. شوك ويف تراك والاي والروكت. تعالوا نحل موديل اكزامبل 2. ممكن اكزام 2 complete. When we put a jet engine in normal track its speed will. احنا حطينا jet engine للنورمال تراك هيحصل ايه للسبيد؟ هيحصل لها increase. هيحصل لها ايه؟ increase. The bicycle can't move without a action on it. اي حاجة can't move without force. Without force. When you push a toy car on the ground its speed decreases gradually until it stops due to the effect of A. مين اللي هتعمل له stop الفريكشن؟ To stop a moving toy track on the ground you need to exert a force equal to that exerted by the toy track in the opposite direction. Give reason. If a pole moving on the flat road its speed decreases till it stops. طالما في stop يبقى A due to the friction force. Due to the friction force. Write the scientific term. What's meaning of scientific term? ده سؤال سهل جدا ومهم جدا. هو بيوصف لي حاجة وانا اقول له مين ده. هو بيوصف لي حاجة وانا اقول له مين ده. The type of force that used in tug of war game. Force في tug of war game هما الاثنين بيعملوا ايه؟ pulling force. يبقى pulling force. طيب it's the force that cause any object fall down toward the ground. ايه هي الفورس اللي بتخلي اي حاجة تقع toward the ground؟ ايه هي؟ الجرافيتي. الايه؟ الجرافيتي. It's the engine that is used in the shock wave track to allow it move fast. هو ايه؟ الجيت انجين. جيت انجين. It's a force that is exerted when objects rub against each other. Rub against each other دي الفريكشن فورس. دي الايه؟ فريكشن فورس. What happened? A car and a track are affected by the same pushing force. Car وtruck. هما الاثنين same pushing force. الكار will move long distance. The car will move longer distance. Choose from column B to A. هنكتب هنا اللي احنا هنختار. Number one. Number one ايه? Friction force. ايه هي الفريكشن فورس؟
is the force act on the opposite direction that object move to stop. طالما لقيت to stop يبقى على طول الفريكشن فورس، يبقى الفريكشن فورس نمبر بي. طيب balance force، balance force يبقى not move، يبقى نختار الإجابة اللي فيها not move، يبقى are the force that act on any object that doesn't move. doesn't move يبقى هي دي number B. unbalance force، unbalance force يبقى أكيد move، يبقى هي نفس دي بس هي move، يبقى هي are the forces that act on any object make it move. make it move يبقى number 3 A. الجرافيتي، الجرافيتي is the force that cause any object fall down toward the ground. toward the ground يبقى number 4 هي C. تعالوا نشوف البيكتشر دي بتقول ايه. هو عايز ولد بيعمل ايه للكار، بيقول لك the car move as a result of a force. الولد بيعمل لها ايه؟ pushing force. pushing force during the movement of the car it's opposite by the friction force. هو في friction force between mean will ground، between mean and the friction force of the ground during the movement of the car it's opposite by the friction force of air. في friction force في ال air will friction force في ال ground، friction force في ال air friction force في ال ايه في ال ground. احنا بكده حلينا two model exam على كل concept وشرحنا التو كونسبت. اتمنى ان هو يبقى كونسبت سهل وبسيط. نحل بقية الاسئلة ونبعت اي حاجة احنا مش فاهمين.